اللهم صل على محمد وآل محمد خير الأعمال ذكر محمد وآل محمد اللهم صل على نتوجه جميعا لزيارة المولى ابي الفضل العباس عليه السلام قربة الى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصره اوليائه الذابون عن احبائه فجزاك الله افضل الجزاء واكثر الجزاء واوفر الجزاء واوفى جزاء احد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاه امره اشهد انك قد بالغت في النصيحه وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء، وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا. وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبع عل النبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا واقومهم بدين الله واحوطهم على الاسلام اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولاخيك فنعم الاخ المواسي لاخيه فلعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمه الاسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والاخ الدافع عن اخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في بك ورجاءً لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم داراً وعيشي بهم قاراً وزيارتي بهم مقبوله وحياتي بهم طيبه وادرجني ادراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زياره مشاهد احبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب انك اهل التقوى واهل المغفره وصل يا رب على محمد واله الطاهرين